تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بالقرآن بعده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليه وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وإذا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقولوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدورهم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقذون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى يكون قريبا يوم يجمعكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض والقرون ولقد فضلنا بعض النبي على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا تكيدون